انا بقالي ساعتين راكب معاك العربيه، عملت تجيبني يمين وشمال، ولما اخذ في الاخر ما فهمتش حاجه. ماشي يا سيد، البضاعه اللي انت غبيت عليها انت والواد صاحبك ولهفتوها تخصني. بضاعه ايه؟ انت راح منك لحمه. بقول لك ايه يا ابن جد الله، بطل استعباط وتعالى دغري. ما انا جيت لك في الدغري عملت لي فيها مفتي الديار، زعلان ليه دلوقتي؟ تقوم تعمل الدور ده كله علشان اطلعك في النور واقول لك اني لسه ماشي. ماشي يا سيد، لسه في الكار وكبير معلمينه كمان. صح كده، بس انت ما لعبتهاش صح يا سيدي. علمني، البضاعة اللي انت غبيت عليها دي لسه ما تدفعش تمنها، يعني مش في حيازتي 100%، وصاحبها المعلم عرابي ما بيرحمش، واحنا بقى ما يلزمناش رحمته. ما بيفهم اللي غب غبة زي دي، يا اما يبقى قارح قوي ومستكفي، يا اما عليه العوض. وانت شايفني مين فيهم بقى؟ شايف عليه العوض في شبابك وفي صاحبك اللي تحت ايدي. اسمع يا سيد، قدامك سكتين مالهمش تالت، يا اما فلوس البضاعه اللي بعتها توصلني لحد عندي وانا حراضي الراجل واشتري خاطره، يا اما راقب صاحبك وبعديها رقبتك، وربنا يصبر العروسه. والسيد بخارسني يتخير بالنارين يا معلم.